فاجأ بالحالة الوطنية والحالة القومية والعربية والإسلامية عند الشعب اليمني. هذا اليمن لم يكن بحاجة ولم يكن إلى امتحان ليثبت كيف يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. ما فعله اليمن اليمنيون بالفعل هو أمر جيد، كان بالفعل يساند القضية الفلسطينية ويساند أبناء غزة لرفع عنهم هذه الموجات من الظلم. هذا العالم تحرك وسأل عن الملاحة في البحر الأحمر وعن حركة السفن، كان لم يسأل عنها ولم يكترث لها، كان يريد أن تبقى هذه الحركة مستمرة نحو إسرائيل، أن تستقبل الموانئ الإسرائيلية كل هذه المساعدات بكل سهولة من دون أي خطورة. لكن ما فعله اليمنيون حتى الآن يثبتون أنهم أوجعوا الإسرائيلي وأوجعوا أكثر من دولة غربية، وكل المحاولات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لردع اليمنيين عن الاستمرار بهذه العملية لم تؤدي إلى شيء، يعني لدرجة أن هذا اليمن البلد الفقير البلد المتعب بالحروب والمتعب بالانقسامات لم تستطع الإدارة الأمريكية منع أبناء اليمن من حالة هذه الصمود على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، ولا على المستوى الشعبي. حتى اليمني الذين يعيشون خارج فلك صنعاء السياسي بما أقصده هم مع الشعب الفلسطيني، وأنا بتقديري لا خوف على هذا اليمن. هذا اليمن سيبقى على هذه الحالة، وقدم بالفعل درسا وتحدى أكثر من دولة وتحدى أكثر من عاصمة رغم كل صعوباته المادية ورغم كل مشكلاته المالية، لكن هذا اليمن بالفعل وقفت وكانت جبهة إسناد حقيقية. هي لا تقول شيء، تقول نحن عندما يقف حمام الدم وتوقف إطلاق النار تعود الأمور إلى مجاريها في البحر الأحمر وفي باب المندب. زائد أن المسألة الأساسية التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إقامة حلف من دول عربية ودول غربية لم يؤدي هذا الحلف المبتغى منه، وحسنا فعلت هنا مصر أكبر دولة عربية في المنطقة، فضلا عن المملكة العربية السعودية، أن الرياض والقاهرة لن تسيران في هذا الحلف رغم أن القاهرة معنية والرياض معنية بالبحر الأحمر. لكن في استطيع القول بهذا الجانب أن الدولتين العربيتين تعاطتا بطريقة مقبولة وبطريقة سياسية مدروسة، بغية عدم خلق المزيد من الشرخ بين الدول العربية وتحديدا على مستوى اليمن والسعودية.